إلى بيني جانس، ارحل حالا، لا تنتظر لحظة واحدة. رسالة تصدرت المقال الافتتاحي لصحيفة هآرتس الإسرائيلية، المقال الذي فتح النار على الجميع دون استثناء في حكومة الاحتلال، طالب وزير حكومة الحرب بيني جانس بالاستقالة فورا، وقال له لا داعي للانتظار حتى انتهاء مهلة 8 يونيو. وعللت الصحيفة طلبها بأن نتنياهو حين رد بالفعل على مطالب جانس كان الرد رفضا صريحا ومهينا بحسب ما تقوله الصحيفة. لكنها آرتس هاجمت أيضا جانس نفسه قائلة إنه منح لشهور طويلة نتنياهو سترة واقية تحميه من شظايا حربه المجنونة في غزة لمدة أطول من اللازم. وكان ينبغي على جانس الاستقالة منذ وقت طويل، هو ورفيقه في مجلس الحرب جادي أيزنكوت، ليتركا نتنياهو فريسة سهلة لليمين المتطرف. ووصفتها آرتس نتنياهو حرفيا بأن أنه رئيس وزراء فاشل والمسؤول عن أكبر كارثة في تاريخ إسرائيل وعن حرب هدفها الرئيسي فقط بقاؤه في السلطة. فهل يستمع جانس وأيزنكوت إلى رسالة هآرتس ويرحلان فورا عن حكومة نتنياهو وينضمان سريعا إلى التظاهرات في الشارع؟ أم أن تكتيكات السياسة في إسرائيل لها حسابات أخرى؟